ادي هشام في الجانب الايمن، الكوره العرضيه من يقابل، ادي مابولولو، وادي بواتنج كان ممكن يسدد لكن بيمشي وركله الجزاء ولا في ايه؟ مدي اشاره وليد عبد الرازق، مره واثنين و12 وليد عبد الرازق. على فكره في خلال الاربع لقاءات لم يدير اي لقاء للاتحاد ولم يدير اي لقاء للبلديه. هنشوف وليد عبد الرازق هيقرر ايه، هل يلغي الكارت ويحتسب ركله الجزاء؟ شكلها كده. لغى الكارت، يبقى القرار الثاني ايه؟ ركله الجزاء. بالفعل بالفعل ركله الجزاء لمصلحه نادي الاتحاد في الدقيقه 40 علشان تبقى ركله الجزاء. حوار صعب على بعد 11 متر، داخل مابولولو، داخل مابولولو، داخل مابولولو، داخل مابولولو، جول 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 جول، عملها الانجولي، عملها الانجولي وافتتح التسجيل وسدد شكر من طارق العشري زعيم الصغر سيد البلد سيد الامواج صاحب الالقاب الكتير من المكس لحد ابو قير، بيسجل اول اهداف اللقاء في الدقيقه 42 علشان يتقدم مع البلد. هذا الحوار بمثاليه شديده حطها مابولولو على يمين احمد حسين علشان الزعيم الصقر اصدقائي يتقدم على بلديه المحله في الدقيقه 42. واحد لا شيء، واحد لا شيء، ومابولولو يسجل عاشر اهدافه ويذلل الفارق بينه وبين حسام، حطها بمثاليه شديده.